في كل صباح يمر العم عبد الرحمن من هذه الطريق لزيارة قبر نجله عياد. لأشهر طويلة ظل عياد يتنقل بين المشافي طلبا لتشخيص المرض الغريب الذي يعاني منه حتى وقعت الواقعة. طلع ورام هنا بلا يطحقه، راح لعند طلع على التربه عمل فحص، قالوا له ذا كيس دهني، شو العلاج هذا؟ وانه ما قنعش، راح لداخل عدن، راح لداخل عدن وقاموا قطعوا له واحد دكتور وقال له امشي روحش نعمل الفحص حقك بصنعاء. رجع الفحص حقه من داخل صنعاء، قال له ارجعش نعمل لك جرعه. عانى هذا الرجل الامرين من اجل انقاذ حياه ولده، لكن الامال تبخرت سراعا. قالوا له من داخل المستشفى يا ابني امشي خلاص، الفحص حقك رجع من صنعاء اخرج له. انك خلاص ما في بكش عاد شيء. ما بوش عاد شيء، الفحص حقك طلع صاحي ما في بكش شيء. يجسد هذا الرجل حياة أسرة من أسر كثيرة في منطقة الزريقة الفقيرة من كل شيء عدا الأمراض القاتلة. ما بين الإصابة بالسرطان وبين التهابات الغدد الليمفاوية تتعدد احتمالات التشخيص الطبي، ويبقى الانتشار المتسارع للأورام حقيقة ماثلة. هذا بالقفة برادع درقية، وذانه متنقعي، وهذا ذانه دقعين، ولو ذان يسير ما يقدر يتحرك. صابني المرض وطلع بعد صنعاء، وعملوا لي جهازات فحوصات ويقطعوا لي يد مستشفى العسكري بصنعاء. يعني والمرض بعد انتشر لي بالراس والتور. فقر وامراض غريبه وعزله مطبقه، وكل ذلك خارج الاضواء. فواز الحمادي، قناه بلقيس، من مديريه المقاطره لحج.